هل فينيسيوس جونيور بيدفع ثمن العناد ما بين الويفا الاتحاد الاوروبي ونادي ريال مدريد وخصوصا الرئيس بيريز بعد اقتراحه لبطولة السوبر ليج الاوروبي، ولا ايه المشكلة في استبعاد فينيسيوس جونيور من جائزة البالون دور واعطائها لرودري؟ خلينا نكون متفقين ان الجائزة كانت قبل كده المسؤول عنها فرنسا فوتبول، ولكن بعد اشتراك الاتحاد الاوروبي اصبح الناس او الجميع متفق ان هي فقدت مصداقيتها. فرنسا فوتبول مع ليكيب للاعلام، دي المجموعه المالكه للجائزه في البدايه، اضيف ليها الاتحاد الاوروبي، وبدات هنا علامات الاستفهام منذ انضمام الاتحاد الاوروبي للجائزه. خلينا نكون متفقين كاداء، فينيسيوس جونيور يستحق البالون دور، رودري يستحقها مش العام ده كمان، من العام الماضي مستوى رودري وأداءاته والجوائز الفردية تشفع له، ولكن انت كمجلة او كمنظم للبالون دور حطيت معايير ثلاثة تنطبق على رودري، تنطبق على كارفخال، وقلت ان هي ما تنطبقش على فينيسيوس جونيور. كل المتابعين قالوا ان هي سرقة زي ما سرقت قبل كده. مش هكلمك عن انيستا، مش هكلمك عن فرانك ريبيري، لعيبة كتيرة انتوا حافظينهم اكتر مني كانوا يستحقوا البالون دور وما اخدوهاش. جريزمان حدث ولا حرج، ونجوم وابطال عالم ما قدروش يوصلوا للجائزة. هل لها حسابات؟ اكيد لها حسابات، وانا واحد من الناس شاهد على العصر جورجوية في بداية التسعينيات حرم من الجائزة واخدها في اقل المستويات عطاء لي، لما لقوا مفيش مفر ان هو ياخد الجائزة عطوها ليه 1995، وكان هناك الافضل منه. وانا ليه قلت لك فرنسا فوتبول وليكيب للاعلام؟ احنا دايما منبهرين بالغرب، ودايما بقول اوروبا وهم كبير، الناس دي بتنادي بالحرية وحرية المعتقد وحرية التعبير، ولكن بتمنع ناس كتير من الكلام، وطبعا فاهمين قصدي اكيد عن اخواتنا، بيتكلموا عن الحرية في حاجات ويمنعوك في التعبير عن حاجات تانية. حتى فكرة استبعاد فينيسيوس جونيور لانه لاعب زي ما بنقول بتاع مشاكل، وكان بينه وبين الجماهير مشاكل، لكيب للاعلام ولكيب اللي هي اللي بتنقل اصلا البطولة اساءت لفينيسيوس جونيور وتنمرت عليه. مش بس كده، تنمرت على قائد منتخب فرنسا كيليان امبابي بوجود الصور اللي حضرتك شايفها بتقلل من فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. اتنين لعيبة مين اللي بيقلل منهم؟ الجهة الاعلامية للجائزة. حتى لحظة اعلان نادي ريال مدريد ان هو افضل نادي في العالم، تم اقتصاص صورة فينيسيوس جونيور من الفريق او من الصورة اللي محطوطة على الجائزة. حاجات غريبة بتعملها اللجنة المنظمة او المسؤولة عن البالون دور، وبالتالي فقدت مصداقيتها لمعظم نجوم العالم ابرزهم زيدان وسيدورف. انت من وجهة نظرك شايف ان فينيسيوس جونيور اتظلم، ولا رودري يستحقها عن جدارة واستحقاق؟ الاتنين لعيبة قدموا موسم جيد جدا، ولكن طبقا للمعايير الناس اللي بتتكلم عن البطولات مع المنتخب، كارفخال موجود، حتى رودري نفسه اشار لكارفخال في الجائزة. رودري واحد من اللعيبة اللي انا بحبها، ومش معنى ان انا بتكلم عن فينيسيوس ان انا كاره ان رودري ياخدها، انا مش فارق معايا مين، ولكن انا فارق معايا المعايير وفارق معايا العدالة. اوروبا وتحديدا فرنسا بتنادي بالمساواة والعدالة، وهم اساس الظلم من افريقيا حتى الان. امور كتيرة وابعاد خطيرة في موضوع البالون دور. انا مش عاوز اتكلم كتير، ولكن عاوز اقول لك ان رودري هو تاني اسباني في التاريخ يقدر يحصل على الجائزة دي بعد لويس سواريز عام 1960 اللي اخدها على حساب بوشكاش. لويس سواريز مش اوروجواي برشلونة، لا، لويس سواريز اسباني عام 1960، ورودري اصبح تاني لاعب اسباني. رودري اعاد بطولة او البالون دور للاعبي الدوري الانجليزي، واصبح لاعب او سابع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي او للاندية الانجليزية او بيلعب للاندية الانجليزية يفوز بالجائزة، واعادها ليهم بعد 16 عام منذ اخر جائزة
اخذها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في 2008. رودري مبروك عليه الجائزة، ولكن علامات استفهام كتيرة على ان فينيسيوس جونيور مش في الجائزة. وفد ريال مدريد بالكامل ما راحش وقاطع البطولة او قاطع حفل الجوائز. هل هتكون دي القشة التي قسمت ظهر البعير، ولا في جديد مع البالون دور؟ اعتقد بعد اللي حصل ده ناس كتيرة هتنسى موضوع البالون دور كل سنة. بكده حلقتي تكون انتهت. ياريت لو عجبك الفيديو وتنزل تقول لي رأيك في الكومنتات تحت، من يستحقها، رودري ولا فينيسيوس؟